اليوم خسر منتخب مصر للشباب على ملعبه ووسط جماهيره من المنتخب النيجيري، خبر مزعج. صح صح طبعا، بس بقى عادي للأسف. منتخب مصر في البطولة الأفريقية للشباب المؤهلة لكأس العالم خسر اليوم من نيجيريا بأداء سيء في مباراتين، جمع نقطة واحدة من التعادل أمام منتخب موزمبيق الضعيف ومن غير ما يسجل أي هدف في المباراتين. السهل إنك تنتقد المدرب، الأسهل تنتقد اللاعبين، وطبعا مش هتسيب اتحاد الكورة، بس هي الدايرة اللي بنلف فيها طول الوقت، نفس الأخطاء ونفس المبررات، والنتيجة دايما واحدة. ونرجع نقول لسه في أمل، ونعمل حزبة بيرما، ونقول كالعادة دعوات المصريين اللي ما بقاش لينا غيرها للأسف.